السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا هلا. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. حقيقة أنا فخور جدا فيكم إنكم وصلتوا لهي المرحلة، ومع هيك المراحل القادمة لسه أصعب، والمكان اللي بدنا نسيطر عليه مش سهل. عموما اسمحوا لي أرحب فيكم مجددا. تحياتي. المكان اللي انتوا رايحين عليه هاد مكان مش سهل، مكان صعب، بده قوة، مسؤولية، بده رجال وظلم على قد المسؤولية. نحن لا ذيلك. عفوا يا اختي، بده رجال وسيدات على قد المسؤولية، وانا عشاني قضيت في هذا المكان فترة منيحة من عمري، قضيت لي كم من سنة فيه وحافظوا وفهموا، فانا راح افهم كل واحد فيكم شو دوره وشو راح يسوي بالضبط عشان تقدروا تسيطروا على المكان في اسرع وقت ممكن. انت مثلا بروفيسور هاد منصور البسة، 32 سنة، رجل اعمال، ما بقدر اقول عنه داهية لانه كلمة داهية ما بتوفي حقه. انت راح تكون العقل المالي للمجموعة، انت رجل اعمال والمكان اللي احنا رايحينه هذا كله شغل، مليان شغل، فبدي اياك تكون حرك تلعب، يعني ليكون في شغل تحت الطاولة بنط معهم، ولما يكون فوق الطاولة منبيع على الطاولة. يعني عليك داهية داهية. يعني انت بأمريكا. أمهد إدريس أبو لسان، 33 سنة، كل قدراته محدودة ما عدا لسانه، عنده قدرة يقنعك بأي إشي بأي وقت وبدون مجهود. أول ما يفتح ثمه بتلاقي كلامه سلخك 80 كف يمين شمال لما تبطل فاهم شو بحكي، بس راح توافقه زي التوتو. انت انا في ده المجموع.